دكتور. رجعت ان شاء الله؟ اي دكتور. ان شاء الله. عندنا هاي المحاضره الاخيره عن الاوتوكويز، طبعا شفتوها محاضرات مزعجه وفي نفس الوقت مهمه. المحاضره الرابعه والاخيره هي عن الكاينين. طلعتوها يمكم؟ اول واحده اللي طلعتوها. عافيه عافيه، مضبوط. طبعا هاي المادة مزعجة، بس بالأخير راح أقول لكم شنو اللي استخلصوا ونستفاد منه. فأول مرة، إيش هي الكاينين؟ الكاينين هي are potent vasodilator peptides formed enzymatically by the action of enzyme known as كالكرين، أو أحسن أحفظوها كنينوجينيز. لأن من الكنينوجينيسيز يجينا الكنين حتى نعرف منو يجيب منو. فإذا عندنا، وين 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 يشتغل هذا الكنينوجينيسيز؟ يشتغل لنا على الكنينوجين. فإذا عندنا، شباب عندنا كنينوجين. كلمة جين يعني يأتي منها شيء، جينيسيز، فاهمين؟ واضحين؟ خلوا بالكم. وعندنا كنينوجينيس اللي بيها من السفكس يسمونه مال النهائي الاز، اللي هو يقصد الانزيم، مثلا نقول اميليز تريبتات، فهذا الانزيم فيحول لنا اياها. هذا الكنينوجينيس يحول الكنينوجين الى كاينين. واضح؟ اذا هذا هي الخطوه الاولى. السلايد الثاني، طبعا حتى قلنا انه الكنينوجينيز او كالكرين ايضا يسمونه. فهذا الانزيم، اذا نتكلم عن الانزيم، هذا الانزيم present at several organ and tissue، خاصه موجود بالكدني وبنكرياس وانتستاين وسكويز وكل هذا. فهذا البلازما، طبعا البلازما بري كالكرين يعني اللي ينتج منه، انتبهوا يعني هذه راح تحفظوها، يعني ما مجرد معادلات. منين جاي هذا بري كالكرين؟ جاي تحت تاثير التريبسين وهاجمين فاكتور، هذه عوامل تحوله الى الكالكرين. اذا هذا الانزيم الكالكرين، احنا اذا اول مره نتكلم عن الانزيم، جاي من بري كالكرين، يعني قبل الكالكرين اكو بري، ماده اسمها بري كالكرين، ويتحول لنا اذا الى الكالكرين اللي هو شنو الكالكرين؟ اللي هو كنينوجينيز. زين؟ اذا هذا الانزيم، هسه ايش نجي نتكلم؟ نتكلم على الكنينوجين، يعني الماده الاصليه اللي يجي منها الكاينين. ايضا هذا بريكورسور اوف كاينين اند سبستريت اوف كاينين، يعني هو يشتغل عليه الكالكرين، يعني مثل هذا نفس بس يعادل للمعادله الاولى. زين، فاذا الكنينوجينز هو الماده اللي يجي منها الكاينين واللي يشتغل عليها الكالكرين. فعندنا تو كنينوجينز، يعني نوعين، مادتين اوليتين ياتي منها الكاينين، واحده نسميها بلازما وواحده نسميها تشو. فهل جاي عاده بالبلاز، عفوا اللي بالبلازما عندنا اثنين، هي اللو مولكولر ويت والهاي مولكولر ويت، هذول موجودين بالبلازما. طبعا 15 الى 20% اوف ذا توتال بلازما كنينوجين هو الهاي مولكول ويت. طبعا وين هو الاخطر؟ هو اللو مولكول ويت، لانه هذا يقدر يكان بنتريت. It is thought that the low molecular weight كنينوجين across capillary wall and serve as the substrate for tissue كالكرين. فاذا تروح هي هاي، احنا شو يهمنا؟ يخوفنا بالانسجه بالتشو. فهي هذه اللو مولكول هي اللي تخترق وهي اللي تكون لنا الكنينوجين. واضح؟ اذا هذه لحد الان، هذه الاول صفحه او كم سلايد، انه احنا عندنا الكاينين تجينا منين؟ تجينا عندنا ماده اوليه، احفظوها حتى تكتبوا، ادخلوا هذا قدامكم الرقم، انه عندنا كنينوجين
اللي هو السبستريت هو الماده الاصليه. اكو عندنا انزايم اما نسميه كانينوجينيسيس او كالكرين يحول لنا هذا الكانينوجين الى يحول لنا الى الى كاينين. زين نجي فورميشن اوف كانين ان بلازما تشو. ما احنا قلنا قبل شويه شلون منين يصير وشلون هاي الطريقه اللي تصير. طبعا 3 كاينين روحوا لي على سلايد مال فورميشن. 3 كاينين هاف بين ايدنتيفايد. طبعا خلوا بالكم انتم راح تخرجون من هنا من الكاينين من هاي المحاضره انه اكو اهم شيء تعرفون البر هذه كاينين لان هذا راح تلاقون وتتعاملون وياه كثير. فعندنا 3 كاينين هاف بين ايدنتيفايد اللي بالبلازما وبالتشو. البرادي كاينين لايزيل برادي كاينين وايضا يسمونه كاليدين والاخر ميثيونيل لايزيل برادي كاينين. يعني راح تدخلون بهاي الاسماء زين وهي بالاخير كلها برادي كاينين لان كلها بالستركتشر مالها تحتوي على البرادي كاينين. الفرق شنو؟ انه هذا موجود بالبلازما وهذا موجود بالتشو. زين فلا تدوخون نفسكم بهذه الشغلات. اذا عندنا ينتج لنا من الكاينين لما عندما نتكلم عن الكاينين ايش نقصد به؟ نقصد برادي كاينين. حتى نفهم ايش تشتغل الكاينين او البرادي كاينين شايفين شوية شوية دعا نتحول إلى برادي كاينين نستخدم أكثر ما نستخدم كاينين. فلازم أن نفهم الريسبترات. روحوا لي على الريسبتر سلايد مال الريسبتر موجود كاينين ريسبتر. الذي بايولوجيكال طبعا الذي بايولوجيكال أكشن أوف كاينين أر مدياتد باي سبيسيفيك ريسبتر مثل أي أوتونوميك نيرفيك سيستم عندنا ريسبتر. زين فاذا هذا الاوكويد ايضا يشتغل الاكشن ماله طبعا كل الاكثر الاوكويد هي مدياتد باي ريسبتر. ف تو تايب اوف كاينين ريسبتر نسميها بي 1 بي 2. طبعا كلش انتبهوا مو بيتا مثل مجموعه الادرينرجيك زين بي 1 اند بي 2. فانتبهوا هنا هاي الملاحظه النوت ذا بي هير ستاند فور برادكاينين. البي تخص البرادكاينين وليس البيتا ادرينو ريسبتر البيتا بلوكر جماعته. واضح؟ فاذا عندنا هذه الريسبترات 1 و 2. هاي مال انه ياهو الاكثر برادكاينين عنده افينيتي على البيتا 2 ولا عنده افينيتي على البريتا شو اسمه هذه كلها غير مهمه. اذا نعيد حتى يبقى ببالكم. عرفنا البرادي كاينين او الكاينين منين جت من الانزايم من كانينوجين كانينوجينيز الى كالكرين او هكذا ويجينا كاينين. عندنا انواع من الكاينين الرئيسيه ثلاثه هي البرادي كاينين ولايزيل برادي كاينين وانسو وياي. خلوا بالكم عندما نتكلم عن الكاينين فنحن نتكلم عن شنو؟ عن البرادي كاينين. اشون الاكشن ماله؟ تشتغل ثرو ريسبتر عندها تو ريسبتر بي 1 اند بي 2. البي 1 نقصد به برادي كاينين ريسبتر وليس بيتا حتى تفرقوها على الادرينرجيك ريسبتر. اذا شلون يشتغلون؟ طبعا كله بحوث جديده ودراسه جديده على شغل الكاينين والبرادي كاينين والريسبترات مالها. يعني حتى صراحة تشوفون عندنا ادويه ما لها اسم مقلينها كود لحد الان ما واصلين لمرحله انه يسخنوا لها اسم. فالبيتا 1 ريسبتر ابير تو هاف فيري ليميتد ديستريبيوشن يعني ما موجود قليل البي 1 فاكثر الشغل كانوا يشتغلونه على البيتا 2. زين فاذا الشغل والدراسات والبحوث يعني الدراسه عن الانيمال هي على الريسبترات وبالذات على البيتا 2. يعني البي 1 البي 1 ليميتد ديستريبيوشن بينما البي 2 وايد ديستريبيوشن.
روحوا الماء تعب كلكم يعني هاي الشغلات انه كلها اللي انا التجارب هذا اللي وراه كله استدي انيمال ما هذا ما لا يقدم ولا يروح. تروحوا لي على الميتابوليزم ايضا الميتابوليزم لازم تفهمون وعلى الميتابوليزم انه عندنا تو انزايم كانينيز 1 وكانينيز 2 زين. فكانين ار ميتابولايز رابيدلي باي نون سبيسيفيك انزايم وعاده عندنا تو بلازما كانين هابين كاركترايز اللي هو كانينيز 1 هذا موجود ان ذا ليفر ها ولا كانينيز 2 موجود ان ذا بلازما. هل قد احفظوا اشون هيدرولايز وشون دي كاربوكسيلايز ما يهمكم. فالميتابوليزم اذا نرجع نقول ذا ميتابوليزم اوف ذا كانين هاد بين ميتابولايز باي تو انزايم ها اللي هي سبيسيفيك يعني اللي هي كانينيز 1 موجوده بالليفر اند كانينيز 2 موجوده وين بالبلازما. هذا هو الميتابوليزم الاخر. هذا هسه نروح على الايفكت على الفارماكولوجيكال اكشن حتى نعرف شلون نشتغل. انتبهوا شوفوا الكينين بروديوس ماركت ارتيريولر دايليتيشن اوف ذا هارت سكيلتن مسل كيدني ليفر اند. اذا على الارتيريولر تعمل لنا دايليتيشن بينما على الفين تعمل لنا كونتراكشن. هاي خلوها ببالكم. طبعا الارتيريال دايليتيشن is 10 times more potent than histamine. يعني اذا هيستامين تعمل لنا هاي بوتنشن وتعمل لنا ما شنو هذا شو اسمه هاي اكثر مرات تعمل. منين جاي هذا الايفكت ذا فاسودايليتر ايفكت؟ طبعا ايضا له تاثير على البروستاجلاندين. اذا البروستاجلاندين يعني تعمل ريليز للبروستاجلاندين اللي تكلمنا عليها بالمحاضره السابقه اللي من هو بيعمل لنا فاسودايليتيشن من مجموعه البروستاجلاندين هو اكثر شيء الاي 2 و اي 2 بينما الالفا والسيف يعمل لنا كونستركشن. فاذا لو تنتبهون على الفقره الاولى انه هذا الدايليتيشن المارك دايليتيشن منين جاء الملهات هذا هو جاي من مديت ريليز اوف بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2 وكذلك النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ايضا يعمل لنا فاسترشن. هذا ال على the level of the arteriolar. أما in contrast the predominant effect of kinin on the vein is contraction. See? Is contraction. شلون يصير هذا contraction؟ أيضا the release of the vasoconstrictor prostaglandin اللي هو prostaglandin F2 alpha. إذا نرجع كهذا. إذا تعمل لنا دايليتيشن لأن تعمل بالأرتري لأن تعمل لنا ريليز أوف بروستاجلاندين إي 2 تعمل لنا باسف كونستركشن بالفين ليش؟ لأنه تعمل لنا ريليز أوف بروستاجلاندين ألفا أبو السيف لا تنسون وهذا المالك نتال المعقوش إنسان. زين هذا على الكارديوفاسكر. على الإندوكراين والإكسوكراين والإندوكراين طبعا هي موجوده عند سيفرال جراند ومن البنكرياس من البدايه والكدني وهذا وتعمل لنا عندها افكت اوف سموث مسل وذي موديليت ذي تون اذا تدبل تون فبالاخير معنى تعمل لنا ريجوليشن ذا فانكشن اوف ذيس جلاند خاصه على الجي اي تي وكان موديليت بلاد فلو ايضا كاينين اولسو انفلونس transport of water electrolyte glucose and amino acid so ويعني ممكن تتدخل في كثير من الامور وايضا الكالكرين ممكن تعمل رول in physiological activation of بعض الهرمون مثلا على البروانسولين والبرونين رينين يعني تساعد نقول بالاخير الى release of insulin and رينين. اذا هذا الايفكت اوف الكاينين او يعني نقدر نقول البراديكاينين ولا شو اسمه انه على الكاردوفاسكولار وعلى الاكسوكراين والاندوكراين. اهم شيء اهم شيء هسه نجي على النقطه الاخيره هذا رول انفلاميشن اند بين. هذا كلش مهم هذا كلش مهم. البراديكاينين مزعجه ولهذا اكو بعض السايد افكت اوف ذا دراج راح نوصلها هي بسبب ريليز اوف براديكاينين.
فشوف شو يقول. The rule in inflammation radical has long been done to produce the four classics. سمعنينا بيمو دخلتوها بعد بالجراحة. The sign of inflammation: redness, local heat, swelling and pain. باللاتيني تورور دورور مور. المهم احمرار وحرارة وتورم وألم. هذه الساين اون انفلاميشن. البراديكالين بلاي ان امبورتنت رول ان ذيس بروسيس. فكاينين ار رابيدلي جنريتد. شوف افتر تشو انجري يصير عنده انجري راسا يصير عندنا. اند بلاي ا بيفوتال رول دور مهم في ديفلوبمنت اند مينتنس اوف ذيس انفلاميتوري بروسيس. كاينين ار بوتنت بين بروديوسينغ. شوف اذا نسوي لنا الم وين ابلايد. اذا هذا الـ هذا الـ هذا المزعج في البراديكانين او كاين انه بروديوس انفلاميشن اند بين. وهذا ازعج شما موجود بالبراديكان. فاذا انتم تخرجون من هاي المحاضره انه تركزوا لي على الرول اوف انفلاميشن اند بين. قلنا على تعمل فاسودايليتيشن على الارتوريال وتعمل، بس الاكثر شيء هو يهمنا انه على الانفلاميشن. اذر افكتس there is evidence that glycan play a beneficial شافوا بروتكتيف على الكاردوفاسكولار وشافوا نان بروتكتيف تعمل لنا كانسر. هذا ما 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 مهم. المهم انه تعرفوا لي the main action of kinin and bradykinin وين على الانفلاميشن. اند شو ما مقلبين سلايد. زين هسه يعني مثل ما شفنا انه 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 الكاينين او الكاينين كاين سيستم ما بها مثل الليوكوتراينز ما بها شيء مفيد. اذا شو الفائده منها؟ فائده انه نستخدم الانتاغونست مالها مثل ما استخدمنا على الليوكوتراين. فيقول drug that modify the activity of calcarein kinin system are available. Though none are in well ما ليس في استخدام كثير. Considerable effort has been to develop kinin receptor antagonist. إذا يهمنا إنه نشتغل ندور لنا واحد يشتغل على الانتاغونيست. ذكرنا قبل شوية عندنا two receptors B1 وB2. B1 قلنا is more على البحوث وعلى animals. اللي يهمنا اكثر شيء هو البيتا 2. زين اذا خلوها ببالكم يهمنا البيتا 2 انتاغونيست. يعني هسه لو تشوفون نروح على هذا الدواء اسمه ايكاتيبانت. طلعوا عليكم تطلعونه اي ايكاتيبانت. شوف حتى لا تدخون لو تشوفون هذا كل الأدوية الموجودة في هذا هي حتى بها كودات ما بها لحد الآن ما مكتشفة اسمها. عدا هذا الدواء الإيكاتيبانت مهم تحفظونه جدا ما تنسونه بحياتكم. هذا is a second generation beta 2 receptor. أنا حكيت لكم قبل شوية أنه البيتا 1 البي 1 على مو بيتا العفو بي 1 على الأنيمال ريسيرش. اما هذا البيت عندنا يستخدموه على الانسان وايضا قسم منها لا زال في الريسيرش في طور البحوث. اما هذا الايكاتيبات هو السكند جنريشن مال البيتا 2 ريسبتر از ديكا بيبتايد وذ ان افينيتي. شو اكثر شيء على البيتا 2 يعني مثل البراديكانين شو عندها تذكرون قلنا قبل شويه بالبدايه ايضا البراديكانين مور افينيتي على البيتا 2 بينما اللايزر براديكانين على البي 1 وهكذا. هذا ايضا عنده ماذا؟ فهو يجي يعمل لنا انتاغونس على الريسبتر وما يخلي البراديكانين يشتغل. شوف اكتابينات هاز بين شون تو بي افكتيف ان ذا تريتمنت اوف هيريديتري انجيو ايديما. طلعوا شو موجود هذا تشوفون المسلايت. تقلبون السلايد شو ما حتقلب.
لازم اكو سلايد ما ظاهر. المهم اكو منو بيكم يعرف شنو هي الهريديتري انجوي ديما؟ اريد واحد يجاوبني. الو دكتور، هذا ديفيشنسي يصير بال كومبلمنت سيستم. ديفيشنسي اوف وات؟ تي 3. انت هسه ركز ويا انا، احنا موضوعنا عن شنو تعال نتكلم. الو شو اسمك بالخير؟ يونس. دكتور يونس حبيب، هسه احنا على شنو دعنا نتكلم؟ ان البراديكانين عافيه. هذه الحاله تصير عند الاطفال الهيريديتري انجيو اديما، يصير عندهم فقدان بالانزيم المسؤول عن ديجريديشن اوف البراديكانين، فيصير عندهم هيوج ريليز اوف براديكانين. هذا كان اكو صوره انا كنت مخليها بالسلايد بس بالظاهر ما مشطوبه. يصير يعني الطفل يموت الا شويه، يعني is a life threatening disease. انجودي ما يحتقن، خشمه يسكر، شو اسمه يسكر، hypotensive، تعرفون من وراء السيفير الدايليتيشن، ها انفكشن انفلاميشن. الطفل خلال ساعات اذا ما يتلاحقون ويموت. طبعا هذا الايكاتيبات is the drug of choice. طبعا الحقنة مالته الإبرة حسب ما يقولون، يعني سمعت انه آلاف الدولارات. هاي فاذا is the drug of choice for treatment of. هاي يجوز بالأطفال إذا داومتوا راح يسألوكم شو تعالجوا، تقول له بيتو ريسبتر أنتاغونس أوف براديكاينين. فاذا هذا نستخدم. ما بيقول أيضا نستخدم وين؟ useful in other condition including drug induced angioedema. من يقدر يقول لي يجيب لي دواء يسوي لنا angioedema؟ يلا شو منو شاطر بيكو؟ ما حد؟ يونس وين أنت؟ ألو؟ يلا انا اقول لكم الكونفرتيك انزايم انهبيتر كابتوبريل وجماعته يسوون انجيوديما، واحد من السايد افكت مالهم اذا ايضا يصير انهبيت ديجريديشن اوف براديكاينين، ولهذا السايد افكت مال يعني تشتغل على البراديكاينين وعلى الكونفرتيك انزايم وعلى الانجيوتنسي، بس هذا من ولهذا يكون اكو ريليز اوف براديكاينين اللي يعمل لنا هذا الانجويديما، وفي نفس الوقت يعني نستفاد منه يزيد ان الهايبوتنسيف افكت اوف كابتوبريل جماعته. زين البقيه ريسيرنت جنريشن هاي شافونها كلها تشوفوها ارقام 17-23 الان اندر ذا ترايل وشافوها في استخدام كاراجينين انديوس انفلاميشن نوع من انواع النباتات يعمل لنا يعني انفلاميشن بالتجربه هذا، فشافوا انه تستخدم هذه الادويه اللي الانتاغونست لمعالجتها. الموضوع اخر يهمنا ايضا اكو دواء اسمه يعني السنتسيس اوف كاينين كان بي ايضا انهبيتد باي ذا كاليكرين انهبيتر اللي هو أبروتونين. هذا أيضا كاينين سينثيسيس كان بي بلوكت باي أيضا دواء آخر اسمه أكلانيتيد، هذا نيولي ديفلوب ريكومبينانت بلازما كاليكرين إنهيبيتر أيضا ويتش لايك ذا بيتا 2 ريسبتر اللي هو مثل شبه الكاتيبات أيضا إفكتيف إن ثيتمنت أوف هيريديتري أنجيوديما. إذا عندكم من هنا هذا تطلعون من هنا بدوائين اثنين اللي هو الكاتيبات والإكالينيتايد، وأول واحد هو المهم. زين ايضا اكشن اوف كاينين ميدييتد باي بروستاجلاندين جنريشن كان بي بلوكس نسبس وذ انهبيتر، ايضا ممكن نعطي اسبرين يعمل لنا انهبيشن اوف على هذا البروستاجلاندين. هنا شوفوا اللي حكيت لكم قبل شويه،
conversely the action of kinene شوفوا انتبهوا the action of kinene can be enhanced with AC inhibitor anti-converting enzyme inhibitor which block the degradation of the peptide bradykinin and result in the side effect of this drug اللي معروفة كاف and angioedema زين إذا نتكلم نقدر نقول هسه أنا قبل شوية عندنا هاي الأدوية الكاتيبانت وابن عمو الكالينيتايد هذولا يعملون انهبش أما الأي سي انفاز كابتو بريجمون كان يعملون انهانس لأن هاي الإنزاي هاي الأدوية تعمل prevent the degradation of the برادكينين ويظهر عنده يعني يصير عندنا شغل البرادكينين تكون تشتغل أكثر ويصير عندنا inflammation وأنجويديما وكف واحد واضح هنا أحد عنده سؤال شباب بس تعيد الميكانيزم مال الإكتافانت اي بنتي هذا قلت هذا يجي احنا يعني انتم من يعني تفهمون انه هو انتاغونيست ريسبتر انتاغونيست يعني يجي يمنع شغل البرادكينين ما يخليه تشتغل البرادكينين شو يسوي لنا مثلا يسوي لنا انفلاميشن ما قلنا عليه عبر هذا يمنع الانفلاميشن يسوي لنا بين هذا يمنع البين فالإكتابينات هو بي 2 ريسبتر انتاغونيست يعني يجي على الريسبتر يقول للبراديكانين انت روح لعد لا تشتغل ما ظل عندك شغل يمنا احنا راح نقعد مكانك على الكرسي اللي هو الريسبتر زين فهذا شو اسمه الدراك حتى تفهميه اكثر نستخدمه بالانجيوديما هيريديتري انجيوديما تصير بالاطفال هذه الانجيوديما اشنو شغله اشنو سببها سببها انه البراديكينين ما يصير بيها ديجريتيشن ما يصير بيها ميتابوليزم يعني هي عاده موجوده بس لازم تروح تنتهي مفعولها عن طريق الانزيم شفتوا على حكينا على الميتابوليزم كانينيز 1 وكانينيز 2 فشافوا انه بالاطفال هذول بعض الاطفال عنده هاي اللي يسمونها هيريديتري انجيوديما ما عنده هذا الانزيم فما عنده هذا الانزيم ايش معناه ايش راح يصير انهانس ذا اكشن اوف برادكينين ويظهر عنده هذا حلق ويارا مسولينج ومرشين وورين وورين وقال تشوفون مسكر الطفل وإز أثريتنين كيس يعني خلال ساعات يموت إذا ما يتعالج واضح بنتي؟ نعم دكتور واضح أنت الريسبتر أنت يعني أشو كان يشتغل حتى تفهمين دائما حتى تفهمون الانتاغونس والانتاغونس أقول شو إنه المادة أشو تشتغل البراديكانين أشلون تشتغل؟ أشلون مفعولة؟ الإفكت إنفلاميشن بين ودي شنو تكلم عنها أكتوريال دايليتيشن هذا من يصير عنده أنتاغونيست معنى يمنع هذه الأنتاغونيست طبعا أما بنوعين أما يكون أنتاغونيست على الريسبتر كأخذتوها أنتم بالأوتونوميك نيرفس سيستم أما على الريسبتر ما يخلي الريسبتر يشتغل أو ما يخلي المادة إنتاج ذي سينثيسيس او ما يعمل ترانسميشن النورو ترانسميتر انتبهوا خلوا بالكم دائما هذا انا اذكره للطلاب اي دواء حتى يشتغل خاصه بالنيرف سيستم هاي الاوتوكويدات ولا ذن الجسم تشوفونه مثل ما عندكم تلفزيون شاشه يعني عندكم اريال ساتلايت وعندكم ماده بث الماده الاعلاميه اي خلل انهبشن بهذول الثلاثه ما تطلع عندنا صوره اذا الماده انقطعت المذيع قاعد بطل يبث ما يطلع عندنا صوره اذا الريسبتر شلناه ما عندنا ريال ما تطلع عندنا صوره واذا شاشه بعد ما تطلع عندنا صوره فنفس الشيء اما نعمل انتاغونس ماده بث ما عندنا يعني السينثيسيس ماكو ماده نقل ما عندنا النورو ترانسميتر ما عندنا او موجوده الماده البث وموجوده النورو ترانسميتر بس يجي ما يلقى اريال
ماكو ريسبتر فما يطلع عندنا افكت. واضح؟ طبعا هاي راح هاي تكون يعني اصعب المحاضرات اللي اعتقد اللي مرت عليكم، بس ضروري تفهموها. المحاضرات الجايه راح تكون سهله جدا جدا جدا. اسبوع الاحد الجاي اعطيكم عن نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج، وهي متعلقه بسلايد واحد من محاضره الاوتو البروستاجلاندين، حكينا عنها السايكلو اكسجينيز. يعني ترجعون بس تشوفون شنو السايكلو اكسجينيز 1 وكوكس 1 وكوكس 2. الكوكس 1 ايش شغله؟ ها قلناها هي ضروريه، والكوكس 2 مزعجه. ها هذه الكونستيتيف يعني موجوده، وهذه انديوسبل تحت انفلان انفلاميشن. راح تفهمون كل من هالساعتين فهمتوا انتم النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري. النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري تعمل لنا انهبيشن للسايكلو اكسجينيز. اذا ما راح يصير عندنا فورميشن اوف بروستاجلاندين، ها اللي هي هاز اثنين. اذا راحت على الكوكس 1 راح يصير عندنا بروتكتيف افكت، اذا راح يصير عندنا سايد افكت اذا عملنا انهبيشن، واذا راحت سايكلو اكسجينيز اذا راحت على البروستاجلاندين على الكوكس 2 اللي هو بس ديوسبل بس ديورنج ذا انفلاميشن، اذا عملت لنا انهبيشن اذا راح يروح عندنا الانفلاميشن. ولهذا اذا عملنا انهبيشن فور بوث كوكس 1 اند كوكس 2 راح عندنا بنفيت يقابله سايد افكت. ما راح نشوف هسه بالنسترويدر. واذا عملنا بس على الكوكس 2 واللي يسمونه سيلكتيف كوكس 2 انهبيتر راح عندنا بس بنفيت وذ ليس سايد افكت. وان شاء الله التقيكم الاسبوع الجاي. المحاضره الاسبوع الجاي راح تكون عن النسترويدال انتي انفلاماتوري درايك. عندكم سؤال؟ لا دكتور واضح وعشان يا سلمونا ونشوفكم خير ان شاء الله. مع السلامه.